اسمعني أخي رانا، إذا عندك مشكلة إنه لكي هلأ عم يعلمني كيف صارع، خلص أنا ما بقى رح خلي لكي يدربني أبداً على المصارع. أنا عن جد ما بدي ساوي أي مشاكل بتخص التدريب على البطولة بالمصارعة. هلأ أنتوا الاثنين عندكن المصارعة الوطنية، لهيك لازم تجهزوا حالكن للمصارعة وتدريبكن أهم من تدريبي. كمال، إذا لكي ما عاد دربك لكن مين رح يدربك؟ أنا اكتفيت. وين ما بتحرك بهالبيت بلاقي طين. اف بقى. شو في جاتا؟ شو صاير؟ انت ليش معصب هيك؟ الطبيعي اني كون معصب. انا اكتفيت من هذا الشيء اللي عم يصير هون. حاسس حالي كتير موسخ. انا هلأ صار لازم اروح على صالون لحتى اهتم بجمالي، بس هون ما في صالون بهالضيعة. بس جاتا، انت ليش بتنزعج من هيك شغلات كتير صغيرة؟ مو صغيرة بنوب. فاردان، انت اللي بدك شي مني؟ لا براغيا، انا ما بدي منك شي، بس اجيت لحتى اقلك انه انا رايح هلأ على المزرعة، يعني انت لازم تعرفي وين بكون. تمام. مع السلامة يا فردان. مع السلامة. اسمعني، انت ما كنت متضايق لانه ما في صالون هون لا تهتم بجمالك؟ اي صح. لكن انا رح حاول لاقي لك حل لهي المشكلة. أنا رح أهتم بجمالك وخليك ترجع وكأنك رحت على أفضل صالون وأحسن بكتير كمان. براغيا، عن جد؟ أنت عم تحكي عن جد؟ إيه عن جد. أعطيني وقت لجيب كل الأغراض اللازمة وأرجع. يا سلام، أنا عن جد ما عم صدق الكلام اللي عم تقولي. خلاص أنا هلا بعد شوي بدي إجي لعندك. إيه يلا جاية. تمام. بس رانا، إذا أنت عندك مشكلة لأني عم اتدرب معها وما عم اتدرب معك أنت، وقتها رح شوف مدرب لكومال. لكي؟ كيف بدك تشوف مدرب؟ ما في حدا بحدود 20 كيلومتر بيقبل إنه يدرب مرتك كومال. أنت كيف رح تشوف مدرب؟ نيشا كانت رائعة كتير، بس هلأ هي انتقلت عأمبالا. لا تقلقي، لو شو ما صار أنا رح أقدر جيب مدرب لكومال ورح ضل أدعمها. أنت شو عم تقول؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.